بعد طول انتظار تتنفس المدينة قليلا ولو للمرة الأولى، يفتح الرصاص منافذ للحياة في تعز. انقشع غبار المعركة وأزدلت المقاومة الستار على آخر فصولها في الجبهة الشرقية من المدينة. هناك في أقصى زاوية من مدينة تعز يقع موقع المكلكل العسكري، وتحديدا في مديرية صالة، حيث لا هدوء يقول الأهالي منذ عام بعد أن ترك غالبيتهم المنازل وفروا هربا من تمركز الميليشيا في المباني والمرتفعات. منزل عبد علي وقصر صالة وموقع المكلكل جميعها مواقع حيوية، لكن أهمها المكلكل التابع للحرس الجمهوري الذي ظل متحكما بسير المعركة لتمتعه بتحصينات ومستودع أسلحة نوعية. فكان لابد لهذه المعركة من تضحيات يبذلها شباب المقاومة بكل طاقاتهم، وما قيمة الدم في سبيل الحرية كما سكبه هنا الشاب عمر، الدليل الذي قاد مراسل قناة بلقيس في طريق السلامة وكاد يموت. فالمسافة بين البندقية والعدسة في معركة تعز تحديدا صفر، حيث دفع العديد من المصورين حياتهم ثمنا لنقل الحقيقة، وما دونهم لن يدرك العالم ما الذي يحدث في هذه المحافظة المنكوبة. إذن بالسيطرة على هذه المواقع تكون المقاومة بددت آخر أحلام الميليشيا وأغلقت البوابة الشرقية في وجهها التي استمرت تتمترس فيها لتحاصر المدينة. الجنوب الشرقي للمدينة يكاد يكون آمنا تماما، وإذا ما جرى ترتيب المناطق والأحياء بحسب التحرير فثعبات ومن ثم حسنات حتى صالة، هي مقدار خارطة الجبهة البارزة التي قطعت فيها المقاومة مسافات هامة لتحقق السيطرة على أجزاء واسعة من هذه المناطق. وما تبقى كما تؤكد مصادر هي مجرد جيوب يجري التعامل معها، لكن لا تبدو هنا الأهمية إلا من كون هذه الأحياء ستتحول إلى موقع كبير لمسرح العمليات في اتجاه الأحياء والمناطق المقابلة التي لم تتحرر بعد، كمعقل الميليشيا في الجحملية، ويليه حي الزهراء والقصر الرئاسي ومعسكر الأمن المركزي في قلب المدينة، بالإضافة إلى تلال السلال حيث تتمركز الميليشيا وتبة السوفتيل الشهيرة التي ما تزال تمطر المدينة بالقذائف من الجهة الشمالية. أما من الجهة الشمالية والغربية فما تزال المعارك دائرة في الزنوج وشارعي 50 و60، بينما تؤكد مصادر في المقاومة أن التبة السوداء باتت في قبضة المقاومة، ليستمر زحف أعداد كبيرة من أفراد المقاومة من اتجاه الضباب باتجاه المدينة، وهي استكمال لخطة الالتفاف على الميليشيا في نقطة الربيعي ومنفذ غراب لتخليصهما من قبضة الميليشيا. الوضع في ريف المدينة لا يقل أهمية عما يدور داخلها، ففي مديرية صبر وتحديدا في الشقب استعادت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تبة الصالحين بعد أن شنا هجوما معاكسا، استطاعوا أن يحققوا تقدما بالسيطرة على تبة المشهوث ومنطقة حبور. وبحسب ما نقل مراسل قناة بلقيس أن 5 من رجال الجيش والمقاومة قتلوا وجرح آخرون، فيما قتل وجرح عدد من أفراد الميليشيا، بينما تواصل قوات الجيش والمقاومة حصارهما ضد عناصر الميليشيا في طريق هيجة العبد في أقصى ريف المحافظة في مديرية المقاطرة.